مصنع حلوان للصناعات المتطورة، في العديد من المنتجات الخاصة بالمواسير من كل تقريبا الأنواع والاستخدامات المختلفة. علشان كده خلينا نتعرف أكثر عن المنتجات اللي بيقوم بإنتاجها مصنع حلوان للصناعات المتطورة من خلال ضيفنا المهندس شريف عاطف، وهو مدير التسويق والمبيعات بالمصنع. صباح الخير على حياتك باشمهندس شريف، منورنا في صباح البلد. أهلا وسهلا فندم، شرفتونا في مصنع حلوان. باشمهندس شريف، يعني الحقيقه ان احنا موجودين في وسط مجموعه من المنتجات المختلفه لمصنع حلوان للصناعات المتطوره، ولكن طبعا يعني محتاجين نعرف من حياتك تفاصيل اكتر عنها، فخلينا نبتدي من هنا. والمواسير دي عباره عن ايه بالظبط؟ اتفضل حضرتك. هو ده معرض مصغر لجميع منتجات المصنع. قدامنا ده هنا الفيتنجز الخاصه بمواسير الغاز، وده اسمها الكترو فيوجن فيتنجز، وده المصنع الوحيد في جمهوريه مصر العربيه اللي بينتج هذا النوع من الفيتنج. ده بيستخدم في توصيل المواسير الغاز ببعضها على عكس اللحام اللي بيتم في مواسير المعنيه. احنا بننتج حوالي 27 جزء من هذه الاجزاء، وجميع شركات الغاز على مستوى الجمهوريه بتتعامل معانا في هذا النوع. ده اول جزء. الجزء الثاني مواسير الغاز البرتقاني، دي بننتج لحد قطر 600 مللي، وده النوع الجديد اللي دخل استعواضا عن المواسير الكرتونية. ده متطور اكتر، ده استخدام المواسير الاسود في خطوط تمييز برتقاني، ده برضه بتستخدم في الغاز لحد قطر 355. دي برضه المواسير الغاز اللون الاصفر اللي هي بتعتبر المواسير الفرعيه. المواسير البرتقاني دي المواسير الشبكات الرئيسيه، كل ده كده غاز، دي المواسير الرئيسيه. دي عينات حضرتك من المواسير باخضر مختلفه. واشتغلنا الدكتور يعني رئيس مجلس السيد رئيس مجلس الاداره ادخل خط جديد عندنا اللي هي مواسير البي في سي اللي هي بتستخدم في المنازل بشبكات الصرف في المنازل، ودي عملنا جبنا خط جديد وشغالين فيه لحد قطر 360 مللي. ده الوصلات اللي هي خاصه بشبكات المياه والصرف الصحي اللي هي الاكواع والمشتركات والبريدات اللي هي بتستخدم في التوصيل ما بين كل زي كده بدل اللحام المياه. شبكات المياه اكواع اللي هي جميع الحاجات اللي حضرتك شايفاها دي، جميع الحاجات عشان اعمل تفريعات من الخط الرئيسي بخطوط مختلفه جنبنا، او اذا كان الخط مثلا فيه انحناءات او دورانات فبستخدم على حسب الزاويه والحاجات اللي احنا بنحتاجها. هي وهنا دي عينات برضو من المواسير الكبيره الجديده اللي احنا انتجناها بالنسبه للغاز الطبيعي. كان عن على عضيق كويت لحد قطر عملنا لحد ده الانجاز الجديد. دي المواسير العينات اللي هي الاخطار الكبيره بقى، ده قطر كبير اللي بحطك عليه اللي هو ال 1600 متر. هايل. في الخط اللي ان شاء الله هتشوفيه حضرتك الناحيه الثانيه باذن الله. الحقيقه يعني انا فخوره جدا بكل منتجات مصنع حلوان للصناعات المتطوره، ويمكن هي احجام مختلفه، اقطار مختلفه، استخدامات مختلفه، ولكن في عنصر اساسي مشترك فيها وهو ميد ان ايجيبت، صانع في مصر. انا بشكرك جزيل الشكر باشمهندس، وكل التوفيق لحضراتكم. شكرا.